ومع العملية الجراحية عندي مع انقسار. ويلا غادي نقول لك الوالدين عندي انا تخلعوا اكثر مني انا راه بكروسة وخدامين، علاش انا نقول ما نقدرش نخدم؟ يقول لك نعطيك كل شيء رضي يا صاحبي. الحياة ما كانت سهلة بالنسبة لعبد الرحمن اللي كيعرفوا كيقول انه محارب، ويمكن هاد الصفة فيها بزاف ديال الصدق. شنو قصته وشنو كيحارب؟ هادشي اللي غنعرفوه في واحد منا. سميت عبد الرحمن بن حيدة، 23 عام، وانا واحد منكم. شكون هو عبد الرحمن؟ عبد الرحمن هو واحد شاب مغربي اللي لقى راسو في واحد الظروف ديال المرض اللي كتب عليه الله، وحاول انه يتعايش معها باش ما عطى الله، وحاول انه يتقبل راسو كيف ما بغى ليه الله. كيفاش وامتى اكتشفتي المرض ديالك؟ المرض عندي انا اكتشفته فاش كان عندي 16 عام. اكتشفته بارازار، يعني حيت ما كنتش كنطوال دوزت على الطول، قالوا لي بان عندك فشل كلوي. صافي من تما بدات الرحله ديالي مع المرض. شنو تبدل في حياتك مور ما عرفتي انك مريض؟ والصراحه انا حياتي اصلا كانت مبدله، يعني كل مره عندي ديما عندي الجديد، ما عنديش هاد الحياه اللي ستابل. لكن اللي تبدل هو انني ما بقيتش ديال راسي، يعني وليت متعلق بالمرض، ما بقيتش انني كنعيش الطفوله ديالي، كنعيش المراهقه ديالي، يعني وليت كنعيش بحال نقولوا حياه متعلقه بالمرض. كاين الابتلاء ديال المرض، ولكن بالموازاه كاينه عندك حياه اللي خاصك تعيشها، وكاينه قرايه اللي خاصك تقراها. الباك دوزتو تقريبا 6 شهور الاولى ما كنت مريض، كنت اوسبيتاليزي، ومع ذلك مشيت دوزت الباك نجحت. دونك يعني ما كنحاولش انني نخلي المرض يعيقني على القرايه ولا يعيقني على الخدمه ولا يعيقني، يعني نعيش حياتي والمرض راه كاين. كيفاش تعاملوا الوالدين ديالك مع المرض ديالك؟ غادي نقول لك الوالدين عندي انا تخلعوا اكثر مني انا، يعني من ذاتي انني ما كنتخلعش وما كنديرش في بالي، ولكن الوالدين اكثر الوالده يعني كتبين ان الخوف من المرض وديما خايفه عليا. انت قررتي انك تتعامل مع المحنه ديالك بوحدك، ولكن كيفاش كتعامل مع نظره الناس؟ هي نظره الناس انا جمنفو، انا ما عنديش مشكل مع نظره الناس. هذيك النظره واخده عليا هو، ماشي واخده، انا عارف راسي كيفاش داير. لا ما تيشوفوش انك مثلا كتبان باقي صغير وانك انت كبير، واش كيخصك كل مره انك تبقى تعلل وتشرح كيفاش؟ هي في الصراحه ضروري اي حاجه خاصني نعلل اليوم. انا راني كبير، انا راني كبير، اخر شيء غير بغيت ندخل غير المول راه حبسني عند الباب قال لي في غادي. قلت لي راني كبير عندك الساعه خليني ندخل. دونك هي عاديه، يعني انا متفهم هادشي، يعني بنادم ما عرفنيش انا واش كبير ولا صغير، عندي ما عنديش مشكل، يعني ماشي مشكل زعما خاصني نبين لي، ما بقاش فيه الحال علاش قال لي صغير، وراني كنبان صغير، واش انا غنكذب على الواقع؟ راه كنبان صغير باش غيعرف هو مسكين. عندك قصه مع العمليه الجراحيه، احكي لينا. ومع العمليه الجراحيه عندي مع قصه. ويلا عندي تقريبا درت دابا 14 ولد الاخر هي 15، وباقيين تابعيني جوج. دونك العمليه الجراحيه اش غنقول لك، انا كنت واحد السيمانه كنت فتحت 3 مرات في السيمانه وحده، ثلاثه لي زوبيراسيون، يعني تما صافي ما بقيتش كنحس، يعني واش كندخل كندير اوبيراسيون كنخرج عندي عادي، ما كيهمني لا ديك الخلعه ولا، يعني عادي راني يعني الناس شافوني، يعني حتى داخل باغي ندير اوبيراسيون درت لهم فيديو عاد دخلت، يعني هنا في كتعرف راسك انك صافي، ما بقيتش كتخاف من الموت، لا كتخاف حيت هادشي كلشي مكتوب علينا، مكتوب لك انك غتعيش، مكتوب لك انك غدير ديك العمليه، مكتوب لك انك غتموت، مكتوب لك انك غتبقى حي. اللي غيسمع الصراع ديالك مع مرض الفشل الكلوي غيقول علاش ما لجأش لزراعة مثلا الأعضاء، علاش ما تبرعش لي شي واحد بكلوة؟ هو التبرع عندنا في المغرب خاص ضروري يكون عندك من العائلة. حنا عندنا العائلة الصغيرة ما متطابقاش، والعائلة الكبيرة أنا ما كنفهمش، ما كنبغيش أنني
نمشي عند شي واحد نقول له يعطيني النهار اللي غتوقع لي شي حاجه غيقول لك راه انت السبع، يعني غيولي يمرض شي حاجه اخرى بعيده غينوض ولادو ولا شي حاجه يقول لك انت السبع النهار اللي عطاك انت اللي سبابو. دونك داكشي علاش حنا راضي بقدر الله، هادشي مكتوب علينا، الا كانت شي زراعه مرحبا، ما كانش هي مرحبا. قريتي، خدام، درتي مشروع ديالك، شنو الاهداف ديالك في الحياه؟ الاهداف ديالي في الحياه كاي شاب مغربي يعني غي يبغي يكون راسو، يطور من راسو، يزيد القدام. انا اهم حاجه عندي هي اني ما نريحش، اني ما ندير شي ندير سبب شي حاجه باش نريح، هي انني نخدم نتوكل على الله وربي راه كيرزق. دير غير السبب وراه الكمال على الله، ما ديرش ديما ما تبقاش ديما دير الاسباب وانا مريض ما نقدرش نخدم. ما كايناش هذه، ما كايناش الناس راه ما عندهمش لا يديهم لا رجليهم وخدامين، راه بكروسه وخدامين، علاش انا نقول ما نقدرش نخدم؟ لا بالعكس، انا راه معايا ناس راه بنايا وكيدير معايا الدياليز عادي، يعني الخدمه خدمها، الا كنتي كتخدم خدم وخدم بشويه عليك وراه ان شاء ربي غيرزق. مي غيشوفك انك كتقاتل وباغي توصل لشي حاجه راه غيوصلك لها. علاش دخلتي للسوشيال ميديا؟ صراحه دخلت للسوشيال ميديا غير باش نبدل واحد الفكره ديال المرض، يعني كيجوا كيدخلوا ناس جداد، يعني بصفتي انا كائن اجتماعي، يعني الناس اللي كيدخلوا جداد عندنا السونتر انا اول واحد اللي كندوي معاهم، انا اول واحد كندير، يعني كيدخلوا مخلوعين كيشوفوا دي فيديو ديال الناس كيبكيو والناس كيشكيو. يعني انا هادشي علاش دخلت باش نبين باش نبدل لهم هاد الفكره. وسبحان الله دابا اللي كيدخل جديد كيجي كيقول لي راني داخل موتيفي بك، ما خايفش من الدياليز، يعني داخل ما خايفش من الدياليز. هذا هو اهم حاجه عندي، ان بنادم ما يبقاش يخاف من المرض كيف ما كان ما يخافش منه. اللي كيتابعك على مواقع التواصل الاجتماعي كيلاحظ انك دائم الابتسامه. السعاده بالنسبه لي هو ان هادشي راه ما كاتب الله، وان هادشي اللي كندوزو فيه هنايا راه مكتوب علينا. دونك علاش انا علاش انا غنبقى ديما يعني حزين وطال لي الدم؟ لا بالعكس، نفرح ونضحك كيف ما كنقول ديما. هادشي راه غيوقع اللهم بغي، اللهم بغي وفرح به. الصحه هي شي حاجه اللي ضروريه، شنو رسالتك للناس اللي ما كيعتبروهاش اولويه؟ نقدر نقول لك اهم حاجه في الدنيا هي الصحه. يعني كتشوف الناس راه عندهم يعني كما كنقولوا حنا اللي تحرق ما يتم، ولكن فاش مشات لهم الصحه يقول لك نعطيك كل شيء رد يا صحتي. دونك هذا الشيء خاصو يعرف بنادم ان الصحه راها كنز ثمين، خاص بنادم يتهلا فيها، خاص يتهلا فيها ويحمد الله على هذه النعمه اللي عطاها لي. الصحه هي كل شيء.